ونحن على أعتاب عاشوراء الحسين. ها هو خطاب الحسين يتجدد، وها هو يزيد وتحديات يزيد تتجدد من جديد. يزيد وآل سعود ومن يسير بنهجهم يضعون بين خيارين، بين خيار السلة والذلة، فإما أن نقبل الركون والخضوع إليهم، وإما أن ننتفض ويكون مصيرنا الشهادة. ونحن عشاق الشهادة والسائرون على خط الحسين، نردد شعار الحسين ونسير على خطى الحسين، ونعلن صرختنا عالية: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. إن واقعة كربلاء تتجدد اليوم، تتجدد في سوريا، وتتجدد في العراق، وتتجدد في اليمن، وتتجدد في البحرين، وتتجدد في المنطقة الشرقية، وتتجدد في فلسطين. نحن اليوم نعلن موقفنا الواضح: إننا مع الحسينيين وضد اليزيديين، إننا مع الإمام الخامنئي، إننا مع حزب الله، إننا مع الثائرين، إننا مع جبهة الحق في مواجهة الباطل، في مواجهة أمريكا، في مواجهة إسرائيل، في مواجهة السعودية، في مواجهة آل خليفة، في مواجهة كل قوى البطش والظلم والاستبداد. سنبقى على خط الحسين، إما النصر وإما الشهادة. لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله. نعلن تضامننا الكامل مع آية الله شيخ بقر شيخ نمر باقر النمر، ونحذر آل سعود من ارتكاب هذه الجريمة. إن أقدمت آل سعود على ارتكابها للجريمة الحمقاء بإعدام المجاهد البطل شيخ نمر النمر، فإن المنطقة كلها ستشتعل في مواجهة الطغاة المستبدين من آل سعود. لقد نفذ صبرنا تجاه آل سعود، فهي تشعل النار في البحرين وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي باكستان وفي كل بقاع الإسلام. إننا اليوم نحذر آل سعود من أن تقدم على هذه الجريمة النكراء، ونعلن تضامننا الكبير والكامل مع آية الله الشيخ نمر النمر، وندعو للإفراج عن هذا الشيخ المجاهد وعن كل المجاهدين الأبطال في المنطقة الشرقية، وأن يخرج الاحتلال السعودي عاجلاً من أرضنا ومن ترابنا البحرين.